أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من البرنامج الأسبوعي الذي نستضيف فيه الدكتور طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو الهيئة التنسيقية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. نرحب بك دكتورنا العزيز. أهلا بك. طبعا الحديث في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات عن الشارع الفلسطيني والقضية الفلسطينية وعدد من الملفات الشائكة. نرحبك مرة أخرى دكتورنا، حياكم الله. دكتور، بداية قراءتكم للمشهد الفلسطيني خاصة في ظل الأزمات وما يحاك للقضية الفلسطينية. بصراحة المشهد الفلسطيني هو في بالغ التعقيد، وتزداد صعوبة الوضع الفلسطيني نتيجة المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية التي لا تصل بصالح النضال الوطني الفلسطيني. وبالتالي إذا لم نتوقف ونقيم ونراجع هذه المسيرة بكل ما تحمل من معاني الكلمة، ما هو إيجابي نبني عليه، ما هو سلبي نتجاوزه، كيف نستعيد عوامل القوة، كيف يمكن أن نستعيد الوحدة، كيف نستعيد الشراكة، كيف نستعيد المشاركة، كيف نتفق على استراتيجية مجابهة لكل التحديات. ما دون ذلك أنا أعتقد هناك انزلاق خطر وهناك مخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني. لهذا آن الأوان لوقف كل هذه السياسات التي لا تخدم وحدة الحالة الوطني الفلسطيني بحكم أننا في مرحلة تحرر، لتجاوز هذا المأزق بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن نتصدى للتحديات التي لأول مرة والإدارة الأولى من كل الإدارات التي كانت تنحاز لكن ليس بهذا الشكل الأعمى، إدارة ترامب وتبني المشروع الصهيوني وشروط حكومة نتنياهو، فبدأت بعدوان على الحقوق الوطنية، تروج لصفقة العصر من خلال زيارات في نهاية هذا الشهر للعديد من الدول. إذا نحن أمام عدوان على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هذا يعقد الوضع. إذا لم نوحد العامل الذاتي الفلسطيني ونصلبه لا نستطيع أن نجابه هذه التحديات. الآن في ظل لقاءات موسكو الحالية، كيف تنظرون إلى هذه اللقاءات، وهل تنجح لقاءات موسكو في طي صفحة الانقسام السوداء؟ يعني أتصور موضوع الانقسام أصبح أكثر تعقيدا، ولكن على يقين أن الجهود المصرية والجهود الروسية التي يكملان بعضهما البعض يمكن أن يفتحا الطريق في جدار هذا الانقسام. لا نريد أن نعطي آمالا كبرى، لكن هناك مسؤوليات على كافة القوى الحاضرة في لقاء موسكو إلى أن ترتقي لمستوى المسؤولية وأن تضع خطوات وآليات تمكن من فتح الطريق في هذا الانقسام وفي جدار هذا الانقسام. لكن على الجميع أن يعمل على تهيئة الأجواء والمناخات التي يمكن أن تبني على النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها حوارات موسكو، والتي أعتقد لن تكون مغايرة كثيراً عن حوار موسكو الذي جرى بيناير عام 2017. يعني ليست المرة الأولى روسيا التي تدخل الخط، والمستوى السياسي الحاضر في لقاءات موسكو يعني مستوى مسؤول صاحب قرار. إذا بحثنا بالعمق وبجدية وبالآليات يمكن أن نتقدم خطوات إلى الأمام مهما كانت هذه الخطوات حجمها، لكن يمكن أن تشكل لبنة أولى في جدار إمكانية البناء على طريق إنهاء هذا الانقسام. طيب دكتور، يعني أيضا في لقاءات موسكو، يعني موقف الجبهة الديمقراطية من هذه اللقاءات، وهل من جديد في ما يتعلق بهذه اللقاءات؟ يعني نحن رحبنا بهذه اللقاءات وشاركنا بوفد رفيع المستوى، حضروا نائب الأمين العام الرفيق فهد سليمان وعضو المكتب السياسي ومسؤول الإعلام بالجبهة معتصم حمادة، وسنقدم ورقة تحمل رؤية متكاملة لكيفية الخروج من هذا المنزل. نحن نتعاطى مع القضايا الوطنية بمسؤولية وطنية، ندرك حجم المخاطر، ندرك حجم التحديات التي تجابهنا. نحن نعمل مع الكل الوطني الفلسطيني، لا يوجد لنا موقف سلبي من أي من الأطراف. هذه أطراف مكونات رئيسية بالحركة الوطنية الفلسطينية، ولا زلنا مصرين من يريد أن يجابه صفقة الأسر عليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الوطني، خاصة فيما يخص العلاقة مع إسرائيل.
سحب الاعتراف بدولة الاحتلال طالما لا تعترف بدولة فلسطين، التحلل من التزامات أوسلو البائس السياسية والاقتصادية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والأمنية من خلال وقف التنسيق الأمني، سحب سجل السكان من أيدي الإدارة المدنية الإسرائيلية وسجل الطابو والتوجه نحو عصيان وطني شامل في وجه هذا الاحتلال، وفتح الطريق أمام مقاومة متعددة الأوجه على كل حواجز الموت لتتواءم مع مسيرات العودة في قطاع غزة، وننتقل للمحافل الدولية للمحاسبة لهذه الدولة الخارجة عن القانون كل ما اقترفته من جرائم وتوسيع مساحة المقاطعة لهذا الاحتلال. هذا هو ما سنناضل عليه مع الكل ليكون جزء من الاستراتيجية التي يجب أن يخرج بها حوار موسكو. طب دكتور، بالحديث عن ملف آخر، ملف مسيرات العودة، أين نقف الآن؟ وهل من قرارات خاصة بالهيئة العليا لمسيرات العودة، خاصة في ظل الانتهاء أو الاقتراب من العام الأول من مسيرات العودة؟ علينا أن ندرك جميعا أن واحدة من بين الخطوات العملية التي تصدت لصفقة القرن هي غزة من خلال مسيرات العودة، وبالتالي اعتبرنا مسيرات العودة رافعة كفاحية، مشروع نضالي فلسطيني أداة كفاحية في وجه هذا الاحتلال وإجراءاته ومواجهة كل التحديات. لهذا من يعتقد أنه يمكن أن نتراجع عن مسيرات العودة تكون حساباته خاطئة. لهذا المبدأ الرئيسي والهدف الرئيسي والإصرار والتصميم هو دخول العام الثاني لمسيرات العودة بأكثر تصميم وأكثر إرادة وأكثر تحدي وأكثر توحدا حول عناوين النضال التي سنحملها في العام الثاني. ولهذا ندعو جميع الأطراف، بالتأكيد أي عمل فيه ثغرات، أي عمل فيه نواقص، لكن علينا ألا نوسع مساحة هذه الثغرات ومساحة هذه السلبيات لجهة يعني إعطاء وجه سلبي عن مسيرات العودة. مسيرات العودة بما على الأقل 11 عام قبل بدء مسيرات العودة العالم كان يرى الحصار الظالم على قطاع غزة ولم يحكي كلمة ولم يتحرك. عندما بدأت مسيرات العودة بدأت أطراف إقليمية ودولية تتحرك بكيفية البحث عن تهدئة جبهة غزة والعمل على تخفيف حصار كخطوة على طريق إنهائه. أن تحرك العالم، إذا مسيرات العودة لها نتائج إيجابية. عندما تفرمل خطوات التطبيع التي بدأت بخطى متسارعة هي أحد ثمار. عندما الدول المانحة تسارع لسد العجز في موازنة الأنروا رغم أنها منذ 2015 تتكرر بهذه المبالغ، هنا يعني أن العالم لديه حسابات خاصة من جراء مسيرات العودة ويمكن أن تؤول إليه. عندما نؤكد للجميع أن حق العودة يتوارثه جيلا بعد جيل، هذا الطفل الذي يأتي وهذه المرأة وهذا الشاب وهذه الشابة التي أتت إلى مسيرات العودة تقول لا تنازل عن حق العودة، سنعود إلى حيفا ويافا متمسكين بالقرار 194. إذا نحن أحيينا هذا العنوان النضالي في ذاكرة كل الشعب وأوصلنا رسالتنا. من يراهن على أن شعبنا ممكن أن يقايض على حق العودة هو واهم، من يعتقد أنه ممكن أن يتنازل هو واهم. لهذا علينا أن نتمسك بمسيرات العودة، أن نشكل التفاف شعبي، وأن تحافظ مسيرة العودة على ديمومتها على مسيرتها بوحدة كما كانت في الميدان ستبقى، وستبقى هذه الرافعة يعني مستمرين فيها مهما كانت التضحية. طب في قرارات جديدة صادرة من الهيئة الوطنية العليا خاصة في ظل الحديث عن عودة الأدوات النضالية إلى سابق عهدها كما هي الإرباك الليلي ووحدات الكوشوك وغيرها؟ يعني لا يوجد قرار رسمي من الهيئة الوطنية، لكن الوحدات العاملة بما فيها الشباب الثائر كذلك لديه مساحة من الوعي، هو أجرى عملية مراجعة. عندما يبغل الاحتلال بدماء أبناء شعبنا كما جرى يوم الجمعة الماضي عندما استهدف شتاوي وشلبي على مسافات بعيدة وعدد من الجرحى بإصابات خطرة، وعندما يتلكى من تنفيذ الوعودات التي وعد بها فيما يخص تخفيف الحصار سواء إدخال المواد أو رفع الحظر عن السلع أو أموال المشاريع أو الصيد البحري، الشباب الثائر أخذ مبادرة منفردة وفردية ليوصل رسالته بهذه الطريقة إلى الاحتلال. إذا لم تستجيبوا لهذا كله وتوقفوا هذا
تغول. كل الخيارات أمام الشباب الثائر والوحدة هي خيارات مفتوحة، وأنتم من سيتحمل ما ستقول إليه هذه النتائج. لكن الطابع السلمي للمسيرات نحن نتمسك به كهيئة وطنية، وسنعمل على تسفير كل الخسائر اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني من إصابات وغيره من هذه القضايا. طب بالحديث عن نقطة أخرى وهي نقطة تشكيل الحكومة الجديدة، موقف الجبهة الشعبية الديمقراطية من هذا من هذه الحكومة؟ أقول بلغة واضحة، أولويتنا كجبهة ديمقراطية ليست حكومة فصائلية، وبالتالي أبلغنا موقفنا بشكل رسمي، لن نكون جزءا من هذه الحكومة. موقفنا حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية تحضر الانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، انتخابات ديمقراطية نزيهة شبابة بمشاركة الكل بدون إقصاء بدون شروط بدون اشتراطات. هذا المدخل الرئيسي والمناخ الذي يمكن أن نصل فيه إلى هذه التقاطعات هي حوار وطني شامل على مستوى الأمناء العامين لكل الفصائل من أجل أن نتفق على أربع قضايا: حكومة وحدة وطنية، انتخابات موعدا وقانونا تمكين نسبي الكامل ونزاهة وشفافية لها، وبرنامج وطني مجمع عليه من الكل الوطني الفلسطيني، واستراتيجية وطنية مجمع عليها من الكل الوطني. هذه هي الشراكة، ولا يوجد أي قيم أو مبادئ للشراكة غير هذه القيم والمرتكزة. طب أخيرا دكتور، ما هي نظرتكم للواقع الفلسطيني خاصة في ظل كما تحدثنا ما يمر به الفلسطينيون؟ ما هو المطلوب؟ يعني المطلوب استعادة عوامل القوة لا يمكن أن يتوفر إلا من خلال استعادة الوحدة. تعالوا إلى وحدة حقيقية قائمة على وقف سياسة الانفراد، وقف سياسة التفرد، وقف سياسة استخدام لقمة الخبز والمال العام لتصفية حسابات سواء مع فصائل أو مع مواطنين أو مع مؤسسات أو مع شهداء أو مع جرحى. تعالوا إلى حوار وطني شامل لنضع على الطاولة كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، لنتوافق كيف ندير المرحلة، كيف ندير معركتنا مع الإدارة الأمريكية مع الاحتلال، كيف يمكن أن نعزز مقومات الصمود، كيف يمكن أن نحافظ على وحدتنا الداخلية الفلسطينية بعيد عن كل أشكال الإقصاء والانفراد والتفرد. هكذا نعبر بسفينة النضال نحو مرساها العودة والدولة والاستقلال. ختاما نشكرك دكتور طلال أبو ظريف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، كما نشكركم متابعينا الكرام على هذا اللقاء وحسن المشاهدة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة في أمان الله.